الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، اليوم نحن على موعد مع شرح الحديث 18 من أحاديث 40 النووية. وحديث اليوم يرويه الصحابيان الجليلان أبو ذر جندب بن جنادة وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عباد الله، أيها الأحبة الكرام، التقوى هي سفينة النجاة ومفتاح كل خير، كيف لا، وهي الغاية العظمى والمقصد الأسمى من العبادة. إنها محاسبة دائمة للنفس، وخشية مستمرة لله عز وجل، وحذر من أمواج الشهوات والشبهات التي تعيق من أراد السير إلى ربه. إن الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. من هنا كانت التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، ووصية السلف الصالح لبعضهم بعضا. فلا عجب إذن أن يبتدئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته ونصيحته لمعاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما. والتقوى ليست كلمة تقال أو شعارا يرفع، بل هي منهج حياة يترفع فيه المؤمن عن لذائذ الدنيا الفانية، ويجتهد فيه بالمسابقة في ميادين الطاعة، ويبتعد عن المعاصي والموبقات. وقد جسد أبي بن كعب رضي الله عنه هذا المعنى لما سئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى. وقد أخذ ابن المعتز رحمه الله هذا المعنى وصاغه بأبيات بديعة من الشعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن تمام التقوى أن يترك العبد ما لا بأس به خشية أن يقع في الحرام. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي هذا المعنى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعد ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، فيكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، تنبيه للمؤمن على ملازمة التقوى في كل أحواله، انطلاقا من استشعاره لمراقبة الله له في كل حركاته وسكناته وسره وجهره، وإشارة إلى حقيقة التقوى وأن خشية الله في السر والعلن وحيث كان الإنسان أو صار. فمن خشي الله أمام الناس فحسب فليس بتقي. وقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقد يظن ظان أن المتقي معصوم من الزلل، وهذا خطأ في التصور. فإن المتقي قد يتعتريه الغفلة فتقع منه المعصية، أو يحصل منه التفريط في الطاعة، وهذه طبيعة البشر المجبولة على الضعف. ولكن المتقي يختلف عن غيره بأنه إذا تعترت به قدمه بادر بالتوبة إلى ربه والاستغفار من ذنبه. ولم يكتفي بذلك، بل يتبع التوبة بارتياد ميادين الطاعة والاكثار من الأعمال الصالحة، كما أمر ربه في قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفي من الليل
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولئن كانت التقوى صلة مع الله تبارك وتعالى وتقرب إليه فهي أيضا إحسان إلى الخلق وطيبة في التعامل وإعطاء لكل ذي حق حقه. وهكذا يظهر لنا التكامل والتناسق في القيم الإيمانية، فإن الأخلاق الحميدة رافد من روافد التقوى وشعبة من شعب الإيمان. وللأخلاق الفاضلة مكانة عظيمة في شريعتنا، فإنها تتقن ميزان العبد يوم الحساب ويبلغ بها درجة الصائم القائم، وهو سبب رئيس في دخول الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وإذا عرفنا ذلك فإن هناك وسائل تعين العبد على التخلق بالأخلاق الحسنة، أعلاها التأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، لا سيما أنهم أعلى الناس خلقا وأوفرهم أدبا. فإذا أراد المسلم التحلي بالصبر قرأ قصة أيوب عليه السلام، وإذا أراد التخلق بالعفة قرأ قصة يوسف عليه السلام، وإذا أراد التخلق بالحلم نظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. وهكذا ينهل من أخلاق الأنبياء ويتعلم منهم شمائل الخير كلها. وبعد، فقد تبين لنا من خلال هذا الحديث معاني التقوى وأحوالها، كما تبين لنا أيضا أن الإسلام يقبل من العاصي توبته ولا يطرد من رحمة الله ولا يطرده من رحمة الله. وظهرت لنا معالم الخلق الحسن وأهميته، فجدير بنا أن نعمل بهذه الوصايا الثلاث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. أقول قولي هذا، وصلى الله لكم جميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.